أولا بتنتكس، عارف الذنب؟ تمام، رقم واحد. عارفه، عارف ازاي تتوب منه؟ عارف ازاي ما ترجعش؟ ساعتها ببقى صادق وما برجعش. رقم أربعة، العزم على الأمر. طب بنتكس، ارجع. طيب مش قادر، استعين. طيب بعمل، استغفر. ما يأسك من نفسك، ذات نفسيها، وقوعك في الذنب إلى ما لا نهاية. لكن لا، أنا إن شاء الله بإذن الله، وأنا ضعيف يا رب قويني بيك يا رب، استغفر الله يا رب، وقوم تاني واغتسل تاني وصلي ركعتين التوبة تاني وعود لربنا تاني وطلع صدقة بنية إن ربنا صدقة تطهرك، تطهرك بها. ما تيأس، كل لما تذنب وتوب وناوي يا رب يا رب يا رب، حط يا ابني نفسك، وده الخطوة المحور الأهم فيها، حط نفسك في صحبة صالحة، ناس صالحة تعينك عن كتاب الله، تعينك على القرآن، تعينك على ذكر ربنا، تعينك، تذكرك بالله، تسمع عن الله في حياتك. والذكر، كثرة الاستغفار والصلاة على رسول السلام، والله يعني مهما أقول لكم، كثرة الاستغفار تفتح لك المغاليط، وربنا يغفر لك بيها لو صادق قلبك لسانك. وكسر والصلاة على رسول الله السلام تفرج همك أصلا، واستعين أدعو الله سبحانه وتعالى يكرمك، وادعي بقى كده: اللهم أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما قد كتبته علي، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكم، عدل في قضاء، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عند أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وحزني إلا وتقبل وغفر له. دول الدعائين، دعاء سيدنا آدم: اللهم اغفر لي ذنبي وسلك إيمانا يباشر قلبي حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما قد كتبته علي، ودعاء اللي بيقوله حق على كل مسلم أنه يحفظه. وعندك سيد الاستغفار: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ثلاثة: والله ما أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر ذنوبنا إلا أنت. سيد الاستغفار وكسرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدعو الله سبحانه وتعالى يهديك ويجعلك من الصالحين، وتتصل بينا تاني، تبعت لنا تاني وتقول الحمد لله صدقت توبتي، اللهم آمين.